صديق أيها الأخوة عكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من منطلق أني كنت واحد من بين ربما الأول في اللي خدمت المؤسسة هذه بصفة مسير فيها. السجل التجاري نتاعها خدمناه في 2009. تعرفوا أن ذاك الوقت كانت تابعة لوزارة البيئة اللي كان على رأسها شريف الرحماني، ورغم ما يقال على شريف الرحماني أنه من الجنوب تقريبا من الجلفة، احنا نحسن الظن كان في البداية التوجه نحو خلق مدينة جديدة حقيقة. لكن بعض المؤشرات تقريبا من 2012 تدل باللي السكة انحرفت وبدا التخطيط فقط إلى نهب المال والسرقة تاع تحت غطاء المدينة الجديدة. الأول تاع هيئة 350 هكتار، شكون اللي شدوا شركة كوجيس اللي هي تاع كورينا بلا نتكلموا عليها. تخيلوا انتوما المشروع شدوا مدة الإنجاز 17 شهر بحوالي تقريبا يعني أقل من 400 مليار 380 مليار، ومدة الإنجاز 17 شهر. ما حطت الشركة هذه دارت هذاك لاباز، واحد كيشوف لاباز هذا كيبين بلي هذا صاحب الشركة مش معول يخرج من المليعة، لأنك اللي شاد مشروع تاع 17 شهر ما يخسرش قاعد في الخسارة على لاباز. هذا مولاه مريح مطور، هذا مولاه مش فقير، هذه وحده. مدة الإنجاز 17 شهر لحد هذه الساعة وما حطوش جعبة مازال في صلاته. جعبة واحدة ما تحطش. دراسة وقف هذه حبس عاود لي زيد هذه زيد هما مدير حاسين مسؤول عنده مدير إلا المنيعة دائما المدير تاع بوك الزول هو المكلف بتسيير المنيعة. وعمرها ما كان عندها مقر في المنيعة رغم راه الجماعة هنا تاع حاج بويدر وبن الحاج كانوا معنا كنا نتبعوا في الموضوع. عندها هذه مؤسسة اقتصادية عندها سجل تجاري، والسجل التجاري معناتها مقر النشاط هو المنيعة، ما عندهاش الحق باش تنشط خارج مكان المنيعة. احنا المكتب عندنا في البليدة عمر ما كان هنا، المسؤولين كل في البليدة يجي وقت الطبر وقت الرمار وقت المؤشر الثالث. آخر زيارة تاع تبول في 2015 نهار اللي جاب المنيعة كي داروا الخيمة في البورت تاع حسكار، طلبوا من المدير ممنوع يتجبد موضوع المنيعة الجديدة. ما زار الطرق وما زارش المقر تاع المنيعة، معناتها كاينة سياسة كانت فقط لنهب المال العام. معناتها الفكرة كانت المنيعة الجديدة لكن بعد تحول إلى فقط مجرد سرقة الأموال لا أكثر ولا أقل. وعلى هذا وأنا نزيد نقول لك إذا المنيعة الجديدة حابين تجي شوف لازم صبر ولازم وقت ولازم عمل ولازم جهود في كل ميادين إعلامية. لازم الناس ما تنساش تكلم في دارها مع أولادها في الشارع. صاحب معنا صاحب الحضارة اللي خدام في السوق القضية ما تموتش يا جماعة، ما نخلوهاش المناسبة وزيد. لازم علينا كذلك كاين منظمات وطنية ودولية مكافحة الفساد دفاع عن حقوق الانسان، هذه لازم كاع الناس تخاف فيها وكاع نكونوا فيها. لان اليوم تشوفوا مره تهز واحد من جهه اخرى من لا من قرطيه ولا من تيزي وزو يتسمع في العالم. احنا ما عندناش هذه الامور، احنا معناتها نسمعوا كاع الناس.